شكرا كثير سيدي. أنا سعيد بوجودي في رام الله اليوم مع أخي فخامة الرئيس محمود عباس، وكل شكر والتقدير للأشقاء الفلسطينيين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. إحنا على أبواب شهر الفضيل، فكل عام وأنتم وشعب الفلسطيني العزيز بألف خير، وإحنا زي ما أنت حكيت الأقرب لبعض، والأردن سيبقى كما كان دائما مع أشقائنا ومع حقوقهم، وإحنا نقف معكم باستمرار أمام كل التحديات. لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويجب وقف كل الإجراءات الأحادية زي ما احنا تحدثنا، وخاصة في القدس وحرم الشريف التي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل والدائم اللي هو هدفنا جميعا، حتى تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. أيضا سيدي حكينا أنه الأردن مستمر في كل الجهود للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصايا الهاشمية عليها. فسيدي نحن موجودين هون نسمع منكم، وطبعا كالعادة زي ما أنت حكيت نحن بنفس الخندق، وأملي كبير أنه نحن نسمع منكم شو المطلوب من الأردن اليوم. وشكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة، ميت أهلا وسهلا بيك في بلدك بين أهلك وأخوانك، وهذا شرف كبير أن تزورنا. كل مرة بدنا إياك تزورنا وما تطولش الزيارات علينا. وكذلك نرحب بسمو ولي العهد وأهلا وسهلا فيه. نحن سعداء نشوفكم هنا في بلدكم لي يعني أمور كثيرة، منها يعني أنه نتشاور بيننا وبينكم في الرأي، وبهمنا دائما التواصل سواء بالزيارات أو على الأقل بالتليفونات، بس لازم نحن وياكم واحد زيارة الملك، وإحنا نقول واحد ليست مجاملة، فعلا نحن والأردن واحد، فالمصلحة واحدة والهموم واحدة والآلام واحدة والأمال واحدة. لذلك يعني منرحب دائما أن يكون هذا الاتصال وهذه اللقاءات. صاحب الجلالة، هذه زيارة مهمة جدا لنتشاور أيضا ونتحدث شو بصير معنا وأيضا شو بصير معكم. ولا ننسى أبدا أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية هو موقف فلسطيني، وأنا بعرف تعليمات صاحب الجلالة أنه كل شيء بتعلق فلسطين لا ترجعوني. أنا بعرف هذا الكلام مظبوط. وبالتالي هذا شرف كبير لنا أنه يكون هذا الموقف، ولذلك هذا لا يمنع أنه نقعد ونتحدث ونتشاور ونسمع رأيكم السديد، وأهلا وسهلا فيكم.